السلام عليكم إخوتي في الإسلام، والسلام عليكم لكل مستخدمي أكسس قرآن، وخصوصا الأخت العزيزة هايف البخاري. النهاردة هعمل معاكم فيلم قصير عن أكسس قرآن، وأوريكم أمثلة للعد بسرعة وإزاي بناخد سكرين شوت منها لو عايزين تنشروها في أي مكان. ولكن أحب أقول لكم إن في فيلمين تانيين أنا بجهز إن أعملهم ملهمش دعوة بأكسس قرآن. فيلم كان طلبه مني الأخ محمد الشوكي إن أنا هتكلم فيه عن عذاب القبر، وده هيبقى فيلم جميل جدا جدا جدا، أتمنى إن ناس كتيرة منكم تشوفه إن شاء الله. والفيلم الأخير ده هيبقى فيلم طويل شوية عن حوار حصل بيني امبارح على مجموعة من مجموعات، معرفش أقدر أقول إيه، الفرقة الجديدة أو المجموعة الجديدة اللي مسمين نفسهم القصديين. فده برضو هيبقى انترستنج، لان كان في حوار حصل امبارح بيني وبين واحد منهم، واتنين دخلوا في الحوار، وبعد كده الحوار تطور ما بين واحدة دخلت ومش عارف بدأت تقول كلام غريب على واحد من اللي انا كنت بحاورهم، وزي ما انا توقعت طبعا من المجموعة اسلوب المجموعة ان الثريد ده هيحصل له ديليت. فانا رحت ايه عملت له كوبي في وورد دوكيمنت، وده هيبقى فيلم انترستنج 20 صفحة هنتكلم فيه في حاجات مهمة جدا. اتمنى برضو ان انتوا تشوفوا الفيلم ده ان شاء الله. فانا هبدأ معاكم دلوقتي اكسس قرآن، وهوريكم ازاي نعمل عد لكلمات من الايات، وازاي ناخد سكرين شوت. لازم تفهموا ان اكسس قرآن دورها انها تعد وتوريك النتائج، لكن انت لو هتعد حاجات مختلفة من اماكن مختلفة وعايز تحطهم كلهم في صورة واحدة، يبقى انت اللي لازم تعرف ازاي بتستخدم برنامج عندك، فوتوشوب، مايكروسوفت بينت، اي برنامج للصور، ان انت تاخد صورة وتقوم حاططها وتاخد جزء تاني وتقوم حاططها تحتيها وتاخد جزء تالت وتقوم حاططها تحتيها وتقوم عامل صورة واحدة وفي الاخر تنشرها. فانا هوريكم المثل ده على مايكروسوفت بينت النهاردة، وهستخدم فيه امثلة للعد اللي هي الاخت هايف البخاري استخدمتهم. فانا هبدأ بالمثل السهل اللي هو لو بنقارن ما بين كلمتين، هنقارن مثلا ما بين كلمة القرآن وكلمة الوحي، سوري كلمة وحي من غير الألف واللام. فأنا هعمل إيه؟ هقوم دايس العربي قرآن. أول حاجة أعملها والقرآن كده كله ظاهر، عودوا نفسيكوا إن أنتوا تلغوا كل الآيات المتعلمة. ليه؟ عشان لما ألاقي الآيات اللي أنا عايزها أقوم معلمها وأقدر أفصلها، يبقى أنا بفصل الآيات المتعلمة بس. فأنت لو عندك آيات متعلمة من قبل كده هتتفصل مع الآيات التانية فملهاش لازمة. فأنا شايف إن أحسن حل أول لما تبدأ وهتدور على آيات دوس الزرار الأحمر ده والغي كل الآيات المتعلمة. لو مفيش آيات متعلمة هتقول لك سوري ما لقيتش آيات متعلمة، أقول أوكي بس أنا كان عندي إيه، فبتقول لي هل تريد إلغاء كل العلامات من الآيات في الشاشة؟ يس. كده كل الآيات اتلغت وما عنديش ولا أي آية متعلمة. هبدأ أدور على كلمة القرآن، وأنا عارف آيات ممكن ألاقي فيها، مش لازم تكتب كلمة القرآن وتدور، لكن لو أنت عارف مكان آية على طول انزل لها وجيبها وعلمها، دوس العلامة اللي جنبيها وعلمها. لكن تخيل أنت ما تعرفش الآية فيها كلمة القرآن، فنضطر نكتبها، فنقوم دايسين الكيبورد ده لوحة المفاتيح العربية عشان نكتب كلمة القرآن. فهنكتب ألف لام قاف ر. الألف بقى اللي فيها الأ زي في القرآن أو في أحمد أو في الله أو ما أعرفش بصراحة، ممكن تتكتب بهمزة من فوق، بهمزة من بالعلامة اللي هي الويف دي، الموجة دي، أو بالوصلة دي ما أعرفش، أو من غير حاجة خالص، الله مثلا مش مكتوبة عليها حاجة خالص. لكن القرآن انا من ابحاثي عرفت انها مكتوبه في القران الغير مشكل بالالف اللي عليها الماده دي اللي هي عليها زي موجه كده. فانا هقول
دايس الالف دي، وبعد كده هقول النون دي. طبعا لو كتبت الف تانية غلط هتلاقيها ما جابتلكش حاجه، فاقول بحث جابت لي اهي ايات اللي فيها كلمه القران. فانت نقي اي ايه تعجبك منها. ما انا عندي 50 ايه وكلمه القران جت 50 مره، يعني كلمه القران عمرها ما جت في كلمه في ايه واحده مرتين، وانت براحتك. فانا بفضل ان انقي ايه قصيره عشان هي عدها. فانا لو نزلت تحت مثلا بصيت اهو ادي ايه الذين، تعالوا نختار الذين قال جعلوا القران عدين، هي دي، فاقوم عامل البوك مارك جنبيها، يبقى انا كده جبت ايه فيها الكلمه دي، واقدر بعد كده اعدها واشوف القيمه العدديه لكلمه القران كام. هنلغي دلوقتي بحث القران ونجيب بحث تاني اللي هو كلمة وحي، فهقوم دايس الزرار ده اللي هو جنب كلمة القرآن عشان يلغيها، وفي نفس الوقت هيقوم مبين كل الآيات، يا إما أدوس ده الزرار ده وأقول إظهار كل الآيات، دي هتقوم لاغية أي بحث ومبينة كل الآيات. هدوس الزرار ده ظهرت كل الآيات. هكتب دلوقتي كلمة وحي، فهدوس اللي هي الوورد سنتنس عشان الكيبورد جنبيها لوحة المفاتيح العربية، وهكتب كلمة وحي واو هاهيه والياه اللي هي تحتيها نقطتين، خلي بالكو بحث جابت لي اهي كلمات كتير طبعا. فانا احسن حل ليا، خلي بالكو ممكن يعني تتاخر شويه، انا بتعد الاول كم مره جت الكلمه، وبعد كده بتعد كم مره جت في كل ايه، وبعد كده بتعد كل الايات، يعني كلمه وحي غير مطابق جت في 62 ايه وجت 66 مره، وجنب كل ايه بتقول لك جت كم مره كلمه وحي. انا هخليها مطابق عشان اضمن تماما ان ما فيهاش يعني اي كلمات تانية، فهقوم دايس البحث مطابق، هتقوم مقلب محولها لي مطابق، ما جاتش الا في ايه واحده كلمه وحي مطابق، تخيلوا في ايه ايه واحده وجت مره واحده اهي، هقوم معلم الايه دي كده، انا بقيت 100 100 علمت الايات اللي انا عايزها. ادوس الزرار بقى ده عشان اجيب افصل كل الايات اللي انا علمتها في الحاله بتاعتنا دي ايتين، فهدوس الزرار ده هيقوم مبين الايتين اهي، الذين جعلوا القران عدين وان هو الا وحي يوحى. فانا هعمل ايه؟ لازم ابين التشكيل، خلوا بالكو التشكيل العد بالتشكيل هو ده العد الصحيح، لان دي التشكيل هي نسخة حفص. لا ممكن تعد على دي لكن مش هتديك النتائج اللي هي بتاعت نسخة حفص، فلازمتها ايه؟ فانا اقوم، لكن انا يعني انا دلوقتي عندي من غير تشكيل لان انا دورت من غير تشكيل، فهبين التشكيل، فالايات كده دلوقتي بقت بنسخة حفص. واعد بقى دلوقتي، ممكن اعد كل آية لوحديها وبعد كده ابص كلمة وحي بكام، او اعد الآية دي بعد كده ابص كلمة القرآن كام، او ممكن اعد الآيتين مع بعض من الزرار الاحمر اللي فوق ده، وبعد كده بدل ما ارجع اعد تاني يبقى تعدي، ومجرد اروح ابص الكلمه دي بكام والكلمه دي بكام. طبعا ده اسهل، لكن انت ممكن تدوس الزرار الاحمر ده وتعد الايه دي لوحديها اهو احصاء حروف الايه، او الزرار الاحمر ده احصاء حروف الايه دي، او تدوس الزرار الاحمر اللي فوق ده وده هيبقى احصاء حروف الايات واللي هو هيبقى ايتين. فانا هدوس الزرار ده عدهم بسرعه، عشان كده قلت لكم دايما حاولوا تختاروا ايات قصيره لو انتوا عايزين تعرفوا القيم العدديه الكلمات بس، عشان العد يبقى بسرعه يعني ما نضيعش وقت. ادي الايتين اللي بالابيض ده عد اكسس قران، اللي بالاصفر تحت ده عد المهندس عدنان، يبقى في الايه دي اهو احنا الاثنين زي بعض، في الايه الثانيه ده عد اكسس قران اللي بالابيض وده بالاصفر عد المهندس عدنان. تحت هنا المجموع الكلي للايات كلها اللي انا عديتها في الحاله بتاعتنا دول ايتين، واللي جنبه هنا عشان ما قدرتش احطه تحتيه عشان ما فيش مسافه، ده المجموع الكلي للمهندس عدنان للايتين. فتلاحظوا هنا ان عد اكسس قران وعد المهندس عدنان زي بعض بالظبط. كل اللي احنا عايزين نعمله بقى دلوقتي نبص على كلمه القران جت بكام القيمة العددية بتاعتها، وكلمة وحي جت بكام القيمة العددية بتاعتها. ممكن انا اعمل ايه؟ اقوم دايس اللي هو الزرار الاسود ده هيبين اظهار الحروف والكلمات للآية دي، او الزرار الاسود ده اظهار الحروف والكلمات للآية دي، ولو دوست الزرار اللي فوق ده هيبقى اظهار الحروف والكلمات لكل الآيات، ولو دوست الزرار اللي تحت ده هيبقى اظهار الحروف والكلمات لكل الآيات، لان ده الهيدر وده الفوتر. فانا هعمل ايه؟ هتعامل مع كل ايه لوحدي، هدوس الزرار الاسود ده عشان اشوف الايه كلمات وحروف الايه اللي هي الذين جعلوا القران عدين، هدوس عليها هتبين لي دلوقتي كل الكلمات بتاعت الايه دي، اي كلمه عايز تنط عليها طبعا عشان كتير فهيبقوا تحت نازلين تحت، فانت بكل سهوله
اعمل دبل كليك على الكلمة فوق دي، راحت جابتها لك على طول. القرآن مثلا اهي، جابتها لي على طول اهي القرآن، وزي ما انت شايفين القيمة العددية بتاعتها 29. العمود ده الاولاني رقم الآية، سوري رقم الكلمة في الآية، وتلاحظ هنا كلمة القرآن رقم 3، هي الذين جعلوا القرآن، فتلاحظ ترتيبها رقم 3. العمود اللي بعده دي حروف الكلمة اللي هي القرآن، ودي القيمة العددية لكل حرف، ودي الورد ستارت اللي هو 21، ده بداية الكلمة موقعها، يعني كلمة القرآن بدأت من الألف بتاعة القرآن في الأولانية، دي موقعها من الآية رقم 21. ده عن طريقها انا بقدر اعمل كده، اقوم جايب الكلمه او اعمل كده تجيب لي الكلمه فوق and so on يعني. ودي الكلمه، ودي عدد الحروف في الكلمه، ودي القيمه العدديه هي المفروض تبقى مجموعه كل ده. فانت تعمل ايه دلوقتي؟ اطلع سنه كده لفوق عشان تجيب السطر الفاضي اللي قبليها والسطر الفاضي ده، واعمل سكرين شوت. فانا هعمل سكرين شوت دلوقتي، هقول برنت سكرين اللي هي عندي على الكيبورد، وهقوم فاتح برنامج اللي هو بتاع الصور، اي برنامج انت عندك بقى في مايكروسوفت ويندو اكس بي عندهم بنت، ودي سهله جدا، وهي دي اللي انا بستخدمها في ويندو 7. شالوا بنت وحطوا مكانها حاجه تانية، بقت دمها تقيل شويه في الاستخدام، بس انتوا المفروض يعني تدوروا هتعرفوا ازاي تستخدمها. فانا هستخدم بنت دلوقتي للموضوع ده. فانا عايز سكرين شوت، هعمل بيست، حط لي السكرين شوت. طبعا انا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز الجزء بس بتاع كلمه القران. فانا هقوم دايز الزرار ده، وبعد كده ادوس ده تاني، يبقى انا كده اقدر اعلم مربع بس، اخده هاخد المربع حوالين كلمه القران بس اهو، وهقوم عامل كوبي كنترول سي، يبقى انا عملت كوبي لكلمه القران بس. بعد كده ادوس كنترول زد على اساس الغي اللي انا كنت عملته كله، انا معايا الكوبي بتاعت الجزء المربع بس، هعمل بيست دلوقتي، حطها لي زي ما انتم شايفين الجزء ده بس. هخلي دي زي ما هي، اروح اشوف كلمه وحي، وبعد كده اعمل نفس الكلام في سيشن تاني البنت، يعني انا هخلي بنت دي زي ما هي، وهفتح بنت تانيه ما فيهاش حاجه، وهعمل نفس الكلام لكلمه وحي، وبعد كده اقوم جايب كلمه وحي وحطيتها تحت دي، ويبقى بالظبط كده هو ده اللي انا عايز اعمله. يعني انا ادي الدوكيمنت هزودها بس شويه تحت كده عشان اجيب كلمة وحي تحتيها، واروح دلوقتي لاكسس قرآن، واقوم جايب هقفل دي خلاص. هقوم دلوقتي ابص على كلمات الآية اللي فيها كلمة وحي، ادوس الزرار الاسود، واقوم عامل دبل كليك على كلمة وحي، جابتها لي اهي، اطلع سنة فوق عشان اجيب السطر الفاضي اللي فوقيها، اهي كلمة وحي. هقوم دلوقتي واخد سكرين شوت بالكيبورد عندي برنت سكرين، واقوم رايح دلوقتي البنت اللي ما فيهاش حاجه لسه اللي انا فتحتها التانية، واعمل بيست، واقوم دلوقتي برضو نفس الكلام ادوس الزرار ده، وعشان اقدر اعمل كات حوالين المربع بتاع كلمه وحي بس، اهي عملت كات. هعمل دلوقتي كوبي، اروح بقى البنت الاولانيه اللي انا كانت فيها الصوره بتاعت القران، وهعمل بيست، هتقوم حاطها لك فوقيها، بس هي لسه مختارينها، فانت ومن غير ما تدوس، قبل ما تدوس اي حاجه، حط الكرسر عليها ودراجت لتحت، بقت تحت اهي. لو عايز تعمل فصل بينهم يبقى احسن عشان تبقى واضحه شويه، وبعد كده الغي الحته البيضاء اللي تحت دي لو عايز تلغيها من هنا عشان تبقى الصوره يعني صغيره، وادي الكلمتين اهم فوق بعض كده. انا اقدر دلوقتي اعمل سيف از، دايما اعمل سيف از بي ان جي عشان دي حجم صغير، واحطها مثلا انا عامل اهو اكسس قران كان، وهقول مثلا قران اندرسكور وحي مثلا، وادي اول صوره خدتها وانتهت العمليه على كده. هنبدا دلوقتي اوريكم مثل تاني، فانا هقفل بنت، وهقفل بنت التانيه اللي انا فتحتها اللي هي كنت باخد منها الجزء، وهرجع لاكسس قران. الاخت خايف طلبت مني كلمتين عايزه تعملهم. الاول نرجع اهو الاكسس قران، نبين القران كله، نلغي الايات المتعلمه بعد ما بينت القران كله عشان الغي الايتين اللي كانوا عندي، هقول يس. بعد كده عايزه هي تشوف كلمه قال الله وكلمه القران. تعالوا نشوف كلمه قال الله الاول، هنقوم دايسين هنا ونقول قال الله بحث، جابتها لنا متهيألي 9 مرات، متهيألي مش فاكر بالظبط، 9 مرات.
تسع مرات في كام آية؟ في كام آية؟ في تسع آيات، ودي أول قيس قال الله. فأنت تختار برضو زي ما قلنا، حاول تختار آية على أصغر ما يمكن، طبعا خلوا بالكم وقال غير قال الله، فمش معقولة نختار دي عشان بتقول وقال الله. فأنا هختار الآية دي مثلا 515 أهي فيها قال الله وأعلمها. دلوقتي عايزين نشوف آية فيها القرآن، طبعا عشان انا كان المفروض ما الغيش الايتين التانيين اللي انا كنت معلمهم، كانت فيها ايه فيها كلمه القران، بس هنكتبها تاني القران. انا ما اعرفش الاخت هايف كانت عايزه كلمه القران ولا قران بس انا كنت بعمله معاها يعني، والخط قطع. فهي نقول مثلا افلا يتدبرون القران، هنعلم الايه دي برضو، نفصل كل الايات اللي احنا علمناها بالزرار ده، هتجيب الايتين اهو. طبعا احنا عارفين ان القرآن القيمة العددية بتاعتها 29، فمش محتاجين نعدها يعني حافظينها. فدلوقتي نبين علامات التشكيل ونشوف قال الله، نعد بقى الآية دي لوحديها، ونعد الآية دي اهي كده نعدها. يبقى دي الآية هي لوحديها اللي اتعدت، هبين كلمات الآية، وادي قال الله. فأنا عايز أشوف قال الله ككلمتين، فانا اعمل ايه؟ بس هنا موريك كل الكلمات دي طبعا، فانا الغي كل الكلمات وبس اختار كلمتين قال الله. فانت ممكن تلغي كل الكلمات من التيك بوكس اللي هي تحت انكلود ده، دوس عليه هيلغي لك كل الكلمات، يبقى لونها احمر وبقى المجموع كله صفر، وكل اللي انا عايزه بس كلمة قال الله. فهقوم عامل جنب كلمة قال، او جنب اي حرف منها، او جنب كلمة قال هيختارها. فاهي كلمة قال دلوقتي اللي هي ب 17 والتوتال تحت 17، وعايزين كلمة الله، فاختار برضو كلمة الله، وبقت برضو ب 29 نفس الكلام زي كلمة القرآن وزي كلمة وحي. فأنا هعمل إيه؟ هاخد سكرين شوت دلوقتي برضو، وأقوم رايح اللي فاتح بنت تاني اكسسوارز بنت، وأعمل بيست. انا عايز بس قال الله، وعايز الجزء الازرق اللي تحت ده، فهاخدها كلها لان دي يعني باينه. الاول حرف اللي هو اني، بس يعني مش هتفرق يعني، ممكن نقطعها ونلزقهم في بعض، بس انت بس 17 و12 ال29، فانا هاخد الجزء ده بس اهو لحد 9 الازرق تحت، واقول كوبي. تمام، يبقى عندي الجزء ده. انا ممكن دلوقتي افتح بنت تانية وفي الصورة اللي انا خدتها قبل كده واللي انا عملت لها سيف، ممكن اعمل لها بيست فيها وانزلها تحتيها اهي الصورة اللي انا عملت بيست ليها. اقول اوبن اكسس قران كانت اهي الصورة دي اللي هي قران ووحي، ازودها من تحت شوية عشان اما اعمل بيست، هعمل بيست دلوقتي اهي، واقوم سحبها وحطيتها تحتيهم. وبقى كده عندي، هي ما كملتش عشان الصوره ما كنتش، انا اقول زد لازم اكبر اللي تحت شويه على قد ما اقدر عشان تاخد طول اللي انا هحطها، لو هي اقصر مش هتاخدها. فانا عمال دراجنج تحت كمان شويه كده، اعمل بيست وانزلها اهي جات اهي. يبقى انا كده عندي الثلاث كلمات اللي انا عملتهم، او مش ثلاث كلمات، قال الله جملة، وتلاحظوا القرآن 29، وحي 29، وقال الله اهي، هم بس اللي مختارهم بالاخضر، واي حاجة بعديها بالاحمر 17 و12 29. كده انا اقدر اعمل سيف للصورة دي، واقدر اروح انشرها على فيسبوك دلوقتي. دي بالظبط الطريقه بتاعت ان انتوا تجيبوا ايات اجزاء من ايات مختلفه، لو عايزين تحطوها كلها في صوره واحده لازم تجيبوا كلمه كلمه او الجمله لوحديها، وبعد كده تستخدموا برنامج للصور عندكم، فوتوشوب، مايكروسوفت بينت، سناجيت، او اي برنامج عندكم انتوا بتعرفوا تستخدموه للصور، وتعملوا بيست، تاخدوا سكرين شوت، وبعد كده تقطعوا السكرين شوت، تاخدوا بس الجزء اللي انتوا عايزينه وتحطوهم تحت بعض. انا عارف ان جزء السكرين شوت ده مش هيبقى سهل على ناس كتير، بس انا اسف يعني ما اقدرش عندي في اكسس ان انا اعمله في اكسس قرآن، لكن
ممكن في المستقبل لو لقيت عندي وقت ان انا اقعد افكر واشوف هل في طريقة ان انا ممكن ابرمجها لكم واخلي العملية سهلة عليكم، فان شاء الله يعني لو ربنا جاب كل يعني اداني القدرة ان انا اعمل الموضوع ده، تأكدوا ان انا هعملها لكم على طول. وعلى النوت دي اسيبكم على خير، واتمنى من الاخت هايف لو ما كانتش فهمت اي حاجة انها تطلب مني تاني، وانا ما عنديش مانع ان انا اقعد اشرح لكم مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تفهموا العملية ايه بالظبط. واول لما تفهموها خلاص هتلاقوها لعبة عيال بالنسبة لكم. على النوت دي اسيبكم على خير، سلام عليكم.